أخبار اليوم. في حياة الأمم والشعوب لحظات ومواقف لا تنسى، غيرت مجرى الأحداث وفرضت نفسها على صفحات التاريخ، نستلهم منها لبناء حاضرنا وصنع مستقبلنا، لتبقى دائما حاضرة في ذاكرة الأمة. في 21 من ديسمبر عام 1908 افتتح الأمير أحمد فؤاد الجامعة المصرية الأهلية في حفل مهيب أقيم بقاعة مجلس شورى القوانين، وقد سميت بجامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 من يوليو عام 52. في 18 من ديسمبر عام 1914 فرضت إنجلترا حمايتها على مصر، ففي أعقاب اندلاع الحرب العالمية الأولى قامت بريطانيا بخلع الخديوي عباس حلم الثاني ونصبت بدلا منه حسين كامل، ثم أعلنت مصر تحت حمايتها وإنهاء السيادة العثمانية. في 15 من ديسمبر عام 1958 كانت مدينة بورسعيد الخالدة في أبهى زينتها بمناسبة عيد النصر بانتصار قواتنا وشعبنا في حرب عام 1956 ضد العدوان الثلاثي الغاشم على مصر، وأيضا بمناسبة زيارة كل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمارشال تيتو رئيس الجمهورية اليوغسلافية، وقد قام الرئيس الراحل برفع علم البلدين على مبنى هيئة قناة السويس. بلدي يا بلدي يا أغلى البلاد يا بلدي، بلدي يا بلدي يا بورسعيد يا بلدي، بلدي يا بلدي يا أغلى البلاد يا بلدي، طم الفضاء عالي فوق الكنال والدفاين رايحة جاية، دفاين رايحة جاية أنوارها بتلالي. في 18 من ديسمبر عام 1961 شهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الاحتفال بعيد العلم الخامس والذي أقيم بجامعة القاهرة، وقد حضر الحفل رئيس وزراء كمبوديا والذي كان في زيارة للجمهورية العربية المتحدة، وقد ألقى الدكتور طه حسين كلمة أشاد فيها بدور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ناصر العلم، وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتسليم الأوسمة إلى كل من الدكتور لطفي السيد والدكتور طه حسين.
في 21 من ديسمبر عام 1968 أدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمام الحسين مع جموع الشعب المحبين له وبحضور شيخ الأزهر والوزراء وكبار رجال الدولة. عقارب الساعة لا تتوقف ليمر الزمان ويتغير الواقع، لكن تبقى هناك لحظات حاسمة تظل حاضرة في ذاكرة الأمة.